بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم. تحية لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، نناقش اليوم أو نستضيف اليوم في لقاء خاص المهندس علوي محمد عبد القادر بافقي، وزير شؤون المغتربين، لنناقش معه أوضاع المغتربين اليمنيين سواء هنا في المملكة العربية السعودية أو في بقية أنحاء العالم. اهلا وسهلا بك سعادة المهندس، وارحب بك اجمل التحيه. اهلا وسهلا، سعيدين بان تكون معنا وشاكرين ايضا تلبيتك الدعوه. دائما ولي. اهلا وسهلا فيك. طيب، يعني المغتربين وقضيه المغتربين، هناك معاناه لدى المغترب اليمني في كل انحاء يعني العالم، باعتقادك لماذا؟ اولا نبدا بهذا السؤال. طبعا اول حاجه، المغتربين اليمنيين هما حسب تعريف القانون، المغترب هو اليمني الذي يعمل في الخارج هو وأسرته ويملك إقامة نظامية. لما يعمل في الخارج معناه هنا تبدأ تداخل ما بين كيمني هو كمواطن يمني، وأيضا ما بين القوانين التي تسن في هذه البلد. تدخل أكثر من تداخلات، بعض الأحيان قوانين هذه البلد لا تتغير بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية والعلاقات بين البلدين، فلهذا تحصل المغترب هو أكثر شخص متضرر أو يعاني مباشرة. يعني المواطنين في اليمن، قلت بعض الأحيان حتى لو تحصلت أي مشكلة سياسية ما بين بين اليمن وأي بلد أخرى، من أكثر من يعاني هو الشخص المقيم في هذه البلد كيمني. ولهذا هم بالإضافة لمعاناتهم نتيجة للتغييرات في القوانين ونتيجة لسوق العمل نفسه، وأيضا الإشكالية الكبرى وهي ضعف مهارة العمالة اليمنية العاملة في الخارج والتطور السريع في إيش في هذا، هذه كلها تشكل دائما حالات من الضغط المستمر على المواطن ليش المغتربها. هنا تبدأ الحكومة أو وزارة المغتربين بالتعاون مع وزارة الخارجية في تخفيف تأثيرات هذه ليش بعض القرارات، ومحاولة عن طريق العلاقات الدبلوماسية والتواصل ما بين المسؤولين في هذه البلد اللي يقيم فيها المغرب، نحو التقليل من تأثير هذا. ولكن في النهاية هي قرارات سيادية لهذه البلد، في النهاية تضطر لاحترامها ما لم تكون مخالفة للقوانين الدولية وغيرها. ترى سعادة المهندس علوي، معالي الوزير، ترى بأن جهود الوزارة، وزارة المغتربين وحتى السفارة، سفارات بلادنا في كل البلدان، على قدر الصعوبات التي يواجهها المغترب اليمني؟ لا، لسبب واحد. أول جزء منها هي ضعف الإمكانيات، فمعظم سفاراتنا في الخارج تعاني من ضعف الإمكانيات، من حيث أنه عدد الموظفين الكافي، إمكانيات التواصل، أيضا في هناك ضعف قد يكون في إمكانيات الشخص نفسه الموجود في هذا البلد. وأيضا في جانب آخر زي ما تفضلت وقلت أنه الصعوبات تنتج ايضا من قرارات معينه في تطور. احنا معنا مشكله، وهذا الموضوع ناقشته انا مع دوله رئيس الوزراء في اول ما تم تشكيل الحكومه، الا وهي انه يجب وزاره المغتربين الا تاخذ فقط التعامل لحل هذه المشاكل اليوميه، لان عمليه متعبه، هي جزء من مهمتها، ولكن مهمتها كيفيه تطوير المغترب اليمني في الخارج، وهذه مهمة جدا. وكنا بصدد مقترح قدمناه لدولة رئيس الوزراء في هذاك الوقت بأنه يجب أن تكون لدى اليمن استراتيجية للتعامل مع التغيرات السريعة اللي بتتم في العالم كله، تغيرات اقتصادية وتغيرات سياسية. للأسف نحن لا نتعامل مع هذا، نحن دائما نتلقى، يعني عمالتنا مشهورة بأنها عمالة غير ماهرة بدرجة رئيسية الغالبية، وهي أكثر من يتأثر بهذه التغييرات. فالاقتصاد متسارع، الأسواق تتغير، قلت يوم في يوم من الأيام قد تحتاج هذه الأسواق إلى نوعية من المهارة من العمالة موجودة، بكرة نتيجة لتغيير السياسة الاقتصادية يتغير هذا الإيش الحاجة إلى هذه العمالة، فمن هنا تبدأ تفرض قوانين وإجراءات في الدولة المضيفة المعينة لهذا المغترب، وما فيش مواكبة لهذه التغيرات. فلهذا يجب أن تكون هناك استراتيجية، يجب أن لا نكون متلقين لهذه الصدمات. يعني إحنا كل سنة وإحنا نفتقع، اليوم حيتم ترحيل 100,000، اليوم حيتم ترحيل إيش، وهي طريقة غير صحيحة. يجب أن تكون هناك استراتيجية تتعدى حتى دور وزارة المغتربين، يجب أن يكون هناك في نوع تشارك فيها وزارة التعليم الفني، الجهات التعليمية في البلد، تهدف نحو تأهيل عمالة فعلا قادرة تلبي المطلوب. ويبدو ليس من المنطقي أن أضع سؤال عن لماذا لا يتم وضع هذه الاستراتيجية في هذه الظروف، لكن دعنا ندخل في موضوع تلامس أيضا مواضيع تتلامس حاجة المواطنين بشكل عام. كيف استفاد المغترب اليمني
في المملكة العربية السعودية بالتحديد بالقرارات الملكية التي خرجت مؤخرا وأعطته كثير من الحقوق التي كانت ممنوعة منه؟ طبعا أنا أول شيء عشان أوضح حتى في، لأن هذه أيضا تثير جدل، كانت لدي هنا كان لدينا خلنا نقول جاليتين أو 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 زي ما تقول نوعين من المغترب اليمني في الخارج. مغترب يمني لديه إقامة وشكل شرعي، ومغترب يمني اضطرت الظروف الاقتصادية وهذا للتواجد في الولد ولكن لم يكن وضعه شكل شرعي. هذه الأعداد احنا لما جينا إلى هنا، المغترب اليمني الطبيعي لديه بعض القضايا معينة تتعلق بالتواصل مع الجهات المعنية في البلد المضيف لحل هذه القضايا أو لمحاولة تسهيلها، وتعتمد على مثل العلاقة ما بيننا إحنا وما بين هذه الدولة المضيف. ولكن كان هناك جزء معين، ما هو ما يسمى اليمني الموجود في الخارج وهو لا يحمل الوضع الشرعي، وهذا كان تشكل ثقل كبير جدا لأن الأعداد كانت مهولة. يعني كانت توقعاتنا إحنا أن الأعداد تتجاوز 700,000، وهي تقريبا تصل إلى ما يقارب أعداد اليمنيين العاملين في الخارج، وخاصة ما نتكلم إحنا في هذه الحالة في المملكة العربية السعودية. هذه الأعداد اللي إحنا نتكلم عليها، ظروف العمل قاسية، ظروف المعيشة قاسية، الخوف من الترحيل والهات غير نتيجة لمخالفة هذا كان شكل قلق وحالة أنه حتى المغترب نفسه لا يستطيع أن يمارس ويشتغل بشكل سليم. طرحت هذه المشكلة من قبل فخامة الأخ الرئيس مع خادم الحرمين الشريفين، وتم الاتفاق بتقديرا من المملكة العربية السعودية للوضع اللي كانت تعيشه اليمن وصعوبة أنك تقوم بإجراء ترحيل هذه الأعداد الكبيرة إلى اليمن واستغلالها من قبل الميليشيات الانقلابية. فتم المرحلة الأولى نحو كيفية إعطاها نوع من أنواع شرعية البقاء، إظهارها للنور وإعطاها فرصة أنها تشتغل بعيد عن هذه الضغوطات من الخوف من الترحيل أو الخوف من الإعادة إلى إيش إلى البلد. فتم هذه اللحظة بالمكرمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين بتصحيح أوضاع هذول الأشخاص الموجودين عن طريق منحهم وثيقة تعريفية من السفارة. فتمت إجراءات العام الماضي في عملية إظهار هدول، والسفارة منحهم وثائق تعريف بحيث أنه تسمح السلطات السعودية بأن تمنح لهم بطاقة زائر تسمح لهم بالظهور والعمل. وكانت هذه المرحلة الأولى، يعني هذه المرحلة يمكن أن أنت تتجاهل أهميتها، من 463,000 شخص أصبحوا فجأة استفاد من هذه المنحة. هدول لو افترض أنهم يعيلوا أسر، معدل الأسرة من 5 أفراد ولا 4 أفراد، أنت بتتكلم على 2 مليون يمني يستفيدون من هذا ليش الوضع بهذا الشكل. حينما نظرنا إحنا لهذا الوضع المرحلة الأولى، كان في هناك بعض النواقص تتعلق أيضا برغبة اليمني بالعودة لزيارة أهله، خاصة أنهم كان فترات طويلة، أيضا إعطاء فسحة أكبر للاستفادة من فرص العمل الموجودة في السعودية، كانت بطاقة زائر تعطي فرص عمل محدودة. فتم أيضا الرفع في هذه اللحظة، تقدمنا احنا وزارة المغتربين بمقترح لفخامة الأخ الرئيس، كان هذا المقترح مبني على لقاءات عقدت بيننا وبين الإخوان في غرفة التجارة في جدة، والذي كانت تناقش حول إمكانية استيعاب هذه العمالة هنا، كيفية تحسينها، هل في حالات سابقة تم التعامل مع هذا. فوصلنا إلى مقترح أنه نتقدم إلى المملكة في ظل هذه الظروف اللي تعيشها اليمن بإمكانية منح الإخوان إقامة نظامية. هذه منح الإخوان الإقامة النظامية. قبلها موضوع هوية زائر، نريد أن نكمل ما يتعلق فيها. تم منح هوية زائر 463. 463. هذه تعتقد تعتقد كوزير أيضا للمغتربين أنه كل اللي كانوا في السطح تحت السطح كما قلت ظهروا وأخذوا هوية، هل ما زال هناك أعداد تتوقع أنها كبيرة في هذا الجانب تأخذ هوية زائر؟ لا أستطيع أن أقول لك بالضبط، لأنه للأسف نحن لا نملك إحصائيات رسمية، وخاصة بالذات في هذول الأطراف لأن معظمها كانت تتواجد بشكل غير شرعي، ليس شرعي حتى من ناحية اليمن في تواجدها هنا، وليس لديها معلومات أو غير شرعي في المملكة هنا. فلهذا هي كانت تقديرات مبنية على هذيك اللحظة، على أعداد اللي كان يتم ترحيلهم من المملكة، من كانوا يدخلوا في الفترة السابقة بشكل تهريب أو غير مخالفين للأنظمة. فكانت تقديرات أولية قلت لك، كنا نعتقد في هذه اللحظة أنها ممكن تصل عدد المتواجدين حاليا هذولا في حدود ما بين 500,000 إلى 700,000 مغترب. طبعا احنا كنا نتوقع أن كثير من الناس قد يشككوا في العملية هذه أول ما بدت، كان في هناك
اتذكر انا على الفيسبوك وغيرها نوع من انواع التشكيك ومحاوله ترهيب الايش المخالفين هذولا في انه تحذيرات. ونتوقع والدليل انه كانت الفتره مقدره بشهر في المرحله الاولى وتم حوالي معالجه ما يقارب 300,000 شخص في الشارع. فتقدمنا هذيك اللحظه الى فخامه الاخ الرئيس بطلب مخاطبه الاخوان في المملكه العربيه السعوديه لاعطاء فسحه من وقت. وايضا نعتقد ان هذه الاعداد الكبيره ستشجع اعداد اخرى على الايش الدور. وفعلا في المرحله الاخرى ارتفع العدد الى ما يقارب 563,000 شخص اصبحوا موجودين. انا في اعتقادي بمعنى لم يغلق الباب امام احد يعني يعني انتهت المده مع انتهاء كل المتقدمين تقريبا لانه لاحظنا حتى في عمليات المراجعين في المراكز هذه انها من اول يوم الى ان وصلنا الى نهايه الشهر الاخر بدات الاعداد تقل بشكل كبير جدا بحيث انها اصبحت اعداد فرديه. ومن هنا وصلنا الى قناعه ان احنا تقريبا غطينا الجزء الاكبر. طيب وضعهم هؤلاء الان الذين لم يستفيدوا من هويه زائر؟ والله انا وضع طبعا جزء منهم بعضهم معرضين للعمليه ليش ترهيب. بس اجين برضو مره اخرى في حديثي مع انا حاولت مع الاخوان في القنصليه لان لديهم احصائيات فطلبنا منهم اعطائنا احصائيات بعداد من يتم ترحيلهم بشكل مخالف في الفتره السابقه ومن يتم ترحيلهم مثلا بشكل مخالف في الفتره الاخيره. فهناك انخفاض كبير جدا يعني كانت على حسب الإحصاءات اللي قدمت لنا وإحصاءات رسمية ترفع بتقارير رسمية إنه كانت توصل لأعداد الشهرية فيما اسمه منها في الفترة السابقة ما قبل الأحداث الأخيرة في اليمن توصل إلى ما يقارب 50,000 40,000 يتم ترحيلهم تمام. وبشكل يومي توصل ما بين 1,000 إلى 2,000 شخص. بينما اليوم إحنا نتكلم على ما هم مخالفين بهذا الجانب أو اللي هم ليس لديهم صفة شرعية في التواجد في المملكة انخفضت إلى أعداد لا تتجاوز في آخر إحصائية ذكرتها أنها لا تتجاوز العشرة ألف أو العشرين ألف خلال سنة كاملة ما زال الترحيل قائم لكل يخالف فقط لمن يخالف. أيضا من ضمن من التفاهمات اللي نشكر المملكة العربية السعودية وقيادتها عليها أنه خلال الفترة السابقة تم التفاهم أنه عملية الترحيل بشكل رئيسي تتركز في المخالفين لقضايا جنائية قضايا إرهابية أو من هما لا يزال لأنه لا يزال في حالات إيش تحاول أن تدخل وتدخل بشكل غير شرعي وهذا. وفي هناك حالات طبعا تحصل إيش تختلف عن مطمئن الاتفاق إحنا مباشرة نتواصل مع السفارة بأنه يتم الرفع حتى يتم مخاطبة الإخوان في المملكة. طيب مع الوزير كانت الخطوة الأولى التي هي هوية زائر ومنحت لعدد كبير قرابة نصف مليون يمني أيضا مغترب. جاءت بعدها الخطوة الثانية المتمثلة ب يعني منحهم الإقامات أو قرار سماح لهم بالحصول على إقامة نظامية بخصوص الإقامة. يعني الآن بإمكان كل واحد حصل على هوية زائر أن يحصل على إقامة دائمة. هي طبعا المقترح لما قدم بهذا الشكل وكانت لتنفيذ المقترح يجب أن يأخذ على عدة خطوات. معظم هذول 560,000 لديهم فقط وثيقة تعريف. الوثيقة التعريف طبعا في الدول الخارج لا يعترف بها. لما يعترف بها هو جواز السفر. فكان المطلب الأول هو ضرورة حصول هؤلاء الأشخاص على جواز سفر كوثيقة رسمية للشخص نفسه بحيث أن هذا هو يمني جنسية ويحمل هذا جواز السفر. طبعا الفترة السابقة بعد انهاء المرحلة الأولى اللي هي اعطاهم وثيقة زائر وصعوبة الحصول على الجوازات بسبب تحكم المركز في صنعاء في هذا الموضوع فوضعت هذه القضية انه كانت مرحلة الأولى كيفية اللي هو اعطاء اليمني سواء كان وهذا على فكرة مش فقط لهوية زائر هو هوية زائر جزء من ايش من العملية ولكن كانت فكرة انه منح المواطن اليمني حقه الدستوري في الحصول على وثيقة رسمية وثيقة سفر وهي التي منع خلال الفترة السابقة بسبب العرقلات اللي كانت تتم من صنعاء وغيرها ويمكن عانى منها كثير منها. فتم هذه اللحظة الاتجاه إلى أنه يجب الحكومة الشرعية أن هي تتولى هذا الجانب ويجب أن لا يعتمد على هذا. فتم هذه اللحظة الاتفاق في إصدار جوازات جديدة
ونقل المعلومات إلى خارج سيطرة هذا الكلام. ما الذي صنعته في موضوع الجوازات والإعداد لها؟ من جهودكم في ترتيب والتجهيز لإصدار هذه الجوازات؟ طبعا أيضا كانت ربما جهود من الصفر إن صح التعبير. من الصفر من الصفر، وبعداد بسيطة جدا من الموظفين المختصين في هذا الجانب الذين استطعنا أن يتم التعاون معهم، وانتقلوا من صنعاء أو من بعض المدن في اليمن إلى المملكة من ضمن النازحين الذين تم زعم، وتم الاستفادة منهم إلى أن وصلنا إلى مرحلة بأن احنا استطعنا نصدر جوازات جديدة، استطعنا ننقل النظام نفسه بشكل كامل هنا، استطعنا نوجد التجهيزات التي تسمح بعملية إصدار هذا بشكل رسمي وبشكل لا يسمح بأي عملية اختلال، لأنها حتمس سمعة الجواز اليمني. فهذا اختلال بمعنى تزوير، يعني تقصد تزوير أو إعطال شخصية لا يستحقها. يعني انت عشان مرحله اصدار جوازات هي ليس فقط جهه واحده، يعني انت معاك المصلحه ومعاك الامن القومي ومعاك الامن السياسي ومعاك التحقيقات ومعاك كل الاطراف، كيفيه تجمع الموظفين الفنيين في هذه الجهات تمام من خلال متواجدين من هنا، مشان تنشا الى نظام بسيط او نظام بس لكنه واثق وقوي تمام، مشابه لنظام المؤسس اللي كان موجود في صنعاء في هذيك اللحظه، حتى ان اصدار جوازات يجب ان لا يشوبوا اي نوع من انواع ليش الخلل، لانه حيأثر تماما على وهو جزء من الاسباب اللي ادت الى معاناه كثير من مواطنين يمنيين في الفتره السابقه، حينما كانت تصدر من داخل صنعاء، وكان عدم الثقه من كثير من الدول بالنسبه للميليشيات الانقلابيه هناك في التعامل مع الجوازات تصدر منها. صحيح. فكان هذه هم جزء رئيسي، تم تشكيل لجنه مشكلة من الأخوة وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير المغتربين، احنا وجودنا لأنه جزء كبير من شكوى المغتربين يتعلق بعدم إمكانية حصولهم على هذا الجواز، تأثير على حياتهم وعملهم، وأيضا من المصلحة ومن أمن القومي ومن أمن السياسي من جميع الجهات المعنية. تم وضع الخطة اللي استمرت فترة إلى أن استطعنا ننجز هذا ونبدأ ننشأ مراكز معينة. بدأنا في جدة والرياض، ثم انتقلنا لعدن، والآن سيتم الانتقال إن شاء الله إلى المكلا، سيئون، مأرب، وأيضا كل منطقة من ضمن مناطق المحررة سيتم انتقال تعز أيضا في إصدار، بس يجب أن تكون منطقة آمنة لأنه يجب ألا يشوب عملية إصدار أو السماح لأي حد لاستغلالها فضلا، لأنه مهم جدا سمعة هذا الجواز. هذا متى ما استطعنا ننجح لنا كانت هذه اللحظة التفاهم من الى الان قطعتم شوط في كم في كم مناطق؟ يعني تم اول حاجه تحركنا على جهتين، جهه طبعا المركز او الجزء الرئيسي بسبب الكثافه التواجد المواطنين اليمنيين هو في المملكه العربيه السعوديه، سواء كانوا كمغتربين او كانوا كنازحين او غيرهم، فتم المرحله الاولى عن طريق انشاء النظام هذا من خلال القنصليه والسفاره، ثم انتقلنا المرحلة الثانية القنصلية في جدة والسفارة في الرياض. وبعد ذلك اتجهنا نحو خطين متوازيين، واحد يتعلق بالداخل المرحلة، والآخر يتعلق بسفاراتنا في الخارج. فتم تحديد السفارات اللي ذات كثافة تواجد فيها من الإخوان المواطنين اليمنيين لإعطائها هذه اللي عن طريق توصيلها وربطها بالسيستم الموجود في المرحلة الحالية في جدة تمام لإصدار الجوازات، وخلق نوع من أنواع السيرفر والتواصل مع اللي هنا، وعملية فيها فنيين بشكل كبير جدا تمام، وتم الانطلاق إلى بعض الدول في أمريكا، تم التجهيز نحو إعطاء السفارة في واشنطن إمكانية إصدار الجوازات مباشرة، الآن في الاتجاه نحو الأردن في المرحلة الأولى، تمشي بخط متوازي. طبعا الدرجة يمكن إذا كان حصل بطفة حينتج بسبب ضعف الإمكانيات، لأنه هذه تتطلب إمكانيات كبيرة، إمكانيات في التجهيز، إمكانيات في عملية الربط ما بين هذه وما بين المركز، إمكانيات كلها تخلق من العدم. ولهذا في مراحل معينة اتفقنا على أنه بعض السفارات مثلا ممكن تبدأ بالأردن، والأردن تبدأ تخدم الدول اللي إيش المجاورة زي مصر وغيرها، يتم بالتنسيق بين الجهتين لإصدار هذه الجوازات. في البحرين والسعودية ممكن تخدم بقية الدول إيش الخليج، بشكل أيضا التحرك نحو شرق آسيا، نحو ماليزيا من هناك، وهذا الجاري خلال هذه الفترة. خلال ما احنا نتكلم هناك في أطراف يتم توفير التجهيزات من قبل الحكومة اليمنية هنا الناقصة من السفارات في الخارج، وعن طريقة ربطها بخلال السيستم عن طريق الأقمار الإيش الصناعي، وهي عملية مكلفة جدا، ونمشي ضمن الإيش الإمكانيات الموجودة وكل ما يمكن أن يتوفر لنا. وفي نفس اللحظة أيضا في هناك اتجاه
نحو تقديم الخدمة في الداخل. فتم في الفترة السابقة خلال شهر رمضان افتتاح المركز في عدن. حاليا طبعا جزء من أيضا لإعنا ليس الخدمات، هي قلة الموظفين الفنيين المختصين في هذا الجانب، فأنت مضطر تنقلهم من إيش مكان مكان. نحن ليس لدينا الإمكانيات اللي كانت متوفرة في المصلحة مثلا منها، لكن نحاول على جزء جزء الموظفين ينتقلون من مكان لمكان. المرحلة القادمة إن شاء الله حيتجهوا إلى المكلة، حيتجهوا إلى سئون، حيتجهوا إلى مأرب، يؤسسون مراكز هناك ثم ينتقلون، يؤسسوا المراكز يربطوها بالضبط، يؤسسوا المراكز يتم توفير، خاصة أن هذه المناطق أيضا محررة دمر كل الإمكانيات الموجودة فيها. يعني في عدن مركز الإصدار الآلي دمر بالكامل بكل تجهيزاته، فاضطرينا نحن نوفر تجهيزات كاملة. طيب معالي الوزير، فيما يتعلق بما أنجز حتى الآن، يعني جهود لا بأس بها وتمشي ولو ببطء كما أشرت، لكن الإمكانيات هي التي تحكم هذا الأمر، يقابل هذا استقبال أيضا دعوات أو تقديمات المغتربين؟ نعم. الذين نعم. يفقدون أو فقدوا جوازاتهم. في هذا الإجراء لعملية الاستقبال كيف تجري؟ نعم. لأنها مهمة والكثير يتساءل، وإلى الآن على فكرة كثير من الناس لم يتمكن. نحن أول ما بدأنا في إطلاق الخدمة بعد ما تم تجهيز المركز في الرياض وجدة، بدأنا في الاتجاه نحو أول مرحلة من الأولى، لأنه لم نتجه نحو بطاقة زائر وتعامل مع بطاقة زائر لسبب واحد، لأنها كانت تحتاج إلى إمكانيات أكبر، وكانت أيضا تحتاج إلى تعاون من جانب الإخوان في المملكة في تنفيذ هذه المرحلة. فلهذا المرحلة الأولى طلقت نحو تلبية متطلبات المواطن المغترب اليمني المتواجد في المملكة بشكل رئيسي، الذي لم يستطع أن يجدد جوازه أو لم يستطيع أن يستبدل جوازه أو يصدر جواز جديد، وأيضا بعض النازحين التي اضطرتهم الظروف إلى الدخول إلى المملكة، تأشيرات في مراحل من ضمن تعاون المملكة، منحت مقابل وثائق تعريفية في الحدود. هذولا تم الاتفاق أنه يبدأ بإصدار الجوازات لهم من خلال السفارة والقنصلية، من خلال داخل السفارة والقنصلية، وبدت الإجراءات هذه، والآن جاري إصدار جوازات بشكل أصدرت بشكل نعم، بدأوا يستلمون نعم جوازات. نعم, نعم, نعم. هذا الكلام تقريبا منذ أكثر من 3 أشهر بدأت العملية وبدأ إصدار الجوازات. أي واحد مقيم بطريقة نظامية انتهى جوازه، نعم، أو فقد جوازه أو شيء من هذا القبيل، يتوجه للسفارة والقنصلية للحصول على جواز جديد أو تجديد، أو كل الخدمات الآن أصبحت تقام بشكل كامل من خلال القنصلية والسفارة. للتوضيح أكثر، هناك رسوم معينة، أيام معينة أيضا لخروج الجواز؟ هي الرسوم التي تم السابقة التي كانت تحصل، تمام. هناك في اتجاه نحو إضافة بعض الرسوم البسيطة فقط لتغطية هذه الحاجة إلى التوسعات وتوفير المعدات في ظل الوضع الذي تعيشه الحكومة باستيلاء ميليشيات على البنك المركزي وعدم وجود جهة تمويل، فتم إضافات بسيطة 20 ريال. إضافة 20 ريال؟ بالضبط 20 ريال. هناك من يتساءل هذه أنا أدي لك يعني مثل. هي يعني جاية عن طريق الوزارة وتورد نعم إلى نعم الخزينة نعم العام، يعني نعم نعم لتغطية وأزيدك حتى حينما وصلنا لهذه المبالغ لم نصل لها إلا بعد ما أجرينا دراسة شاملة لأسعار الجوازات الموجودة التي تقدمها بعض السفارات العربية لمواطنينها في المملكة العربية السعودية. فأخذنا أسعار جوازات اللي تقدمها السفارة في فلسطين، أخذنا أسعار جوازات والخدمات القنصلية اللي تقدمها السفارة المصرية، السفارة اللبنانية، السفارة الأردنية، وقارنا. وإحنا أقدر أقول أنا بكل ثقة بحسب الأرقام اللي كانت قدمتنا أن إحنا لا نزال أقل الأسعار اللي تقدم بهذا الكلام مقارنة بهذه السفارات الموجودة. وأي الفائض 20 ريال أو كذا هو يعود إلى إيش؟ يعود إلى تغطية التجهيزات الجديدة اللي يتم انتشارها، يعود إلى تغطية الحاجة إلى موظفين محليين للتعامل مع الأعداد الكبيرة هذا الكلام، يعود إلى أيضا أنت عارف أنت الآن نقلت موظفين المصلحة جزء كبير منهم إلى هنا لتنفيذ هذا العمل، تغطية رواتبهم، تغطية هم ليس من ضمن البعثات اللي إيش دمنا، فأنت محتاج المالية لن تعطيك من داخل صنعاء، فهذه كلها الإجراءات تغطيتها. المالية لن تعطي شيء بسبب سيطرة الميليشيات. طيب الآن هؤلاء من ذكرتهم هم المقيمون الذين فقدوا يستفيدون نتيجة. وليس هنا فقط، يعني حتى في حالات أمامنا في الكويت وغيرهم تم إرسال جوازاتهم إلى هنا أيضا، وهي أهم من هذه الحالات أيضا الجرحى، والتي كانت تشكل للحكومة معضلة كبيرة جدا. كانت التعامل مع الجرحى جزء من القيود اللي كانت تقيد الحكومة في الانطلاق في التعامل مع الجرحى، طبعا إلى جانب
الجانب المالي في تغطية هذا الكلام، كانت الإشكالية هي عملية إرسال الجرحى للخارج في ظل عدم وجود جوازات سفر يمكن صرفها. فكان هذه اللحظة تعاون الإخوان في المملكة الأردنية الهاشمية في المرحلة الأولى، يمكن سهل لنا، اضطرت الحكومة أنها تتجه إلى المستشفيات في المملكة الأردنية في المرحلة الأولى. كانت هناك خيارات أوسع، عندك الهند، عندك في مناطق أخرى، ولكن كان الجواز هذا يشكل عائق كبير يستطيع السفر بالضبط. اليوم أيضا هذا جزء من الأولويات اللي تم الاستفادة، حتى بعض الجرحى الذين تم نقلهم للمملكة العربية السعودية وتم معالجتهم في المستشفى المملكة العربية السعودية ثم استدعى علاجهم خارج. إلى الخارج في جهات أخرى، كان مشكلة الجوازات هذه شكل عملية، فتم أيضا استفادتهم عن طريق إصدار جوازات، وبدأت بإصدار جوازات نعم لكل الجرحى في عدن، كان أعطيها الأولوية حتى لإصدار الجوازات للجرحى اللي موجودين هنا، وأيضا يعطى الأولوية حتى داخل هنا في السفارة غير للتعامل مع متطلبات الجرحى. أشرت مع الوزير إلى الذين في الخارج بإمكانهم إرسال جوازاتهم نعم. يعني من دول أخرى بإمكانهم أن يرسلوا إلى المملكة نعم إلى القدسية في هذه المرحلة، إلى أن يتم فتح المراكز أو لأقرب سفارة فيها مركز لمعاملة الجوازات. طيب سنكمل معك أيضا بقية النقاط، وخصوصا أيضا يعني ما هوية زائر وبقية الإشكاليات بعد فاصل قصير. مشاهدينا نخرج وإياكم إلى فاصل قصير، نعود من ثم لإكمال حوارنا مع معالي وزير شؤون المغتربين المهندس علوي محمد عبد القادر بافقي، أرجو أن تبقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع معالي وزير شؤون المغتربين المهندس علوي محمد عبد القادر بافقي ضيفي هنا في الاستوديو. اهلا وسهلا بك سعاده الوزير. قبل الفاصل اشرنا الى موضوع الجوازات والتجهيزات والترتيبات التي تم، وبالاشاره الى هذه النقطه هناك اقبال من قبل اصحاب هويه زائر على للتقديم عبر موقع تقريبا حددته الوزاره للحصول على موعد للحصول على جواز، توضيحات موعد لأنه يقدم وثائقه للحصول على الجواز. إيه توضيحات حول هذا النقطة. أول شيء أوضح إنه حينما بدأنا في الاتجاه نحو فتح المراكز هذه، طبعا كان في بالنا نحن نتحدث على ما يقارب 463,000 شخص، 463,000 جواز. تخيل أنت الإمكانيات، محاولة إصدارها في أسرع وقت ممكن في ظل الإمكانيات وفي ظل العدد الموجود. تم عقد لقاءات مشتركة كثيرة مع الإخوان في المملكة، تعاونوا معنا في توفير المكان نفسه، لأنه عشان كيفية تستقبل هذه الأعداد الكبيرة كان صعب أنك تستقبلهم بالطريقة السابقة أو بالطريقة السابقة تدافع طوابير أيضا ناقشنا هذه القضية أنه أوكي تم تحديد المواقع، الإخوان في المملكة تقدموا لنا مشكورين بتوفير هذه المواقع اللي هي جامعة الأميرة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة، ثم بدينا نتناقش كيفية عملية الإيش الاستقبال الراغبين في هذا الكلام. فكان طبعا الأعداد كبيرة جدا وعارفين الحاجة والرغبة الشديدة في الكثير من هذول حصول الجواز، وما حبيناش نكرر ما حصل في فترات سابقة اللي هو الكل يتدافع في الإيه في المكان، ومن حصل يدخل ومن حصل وغيره، واللي ممكن أيضا تطيح إمكانية التلاعب وإمكانية الاستفادة من هذا الموضوع. الإخوان في المملكة مشكورين، تعهدوا بأنهم سيقوموا هم بتمويل إيجاد نظام حجز إلكتروني شبيه من بنظام إبشر، يتم تصميمه وإطلاق الموقع وإدارة الموقع من قبل شركة سعودية، وأنا أقول شركة سعودية، لا السفارة ولا القنصلية ولا أي جهة هي التي تدير هذا الموقع، هي شركة تقنية سعودية تم التعاقد معها من قبل الجوازات السعودية، مشكورة في دعمنا في هذا الجانب، وشركة متخصصة وتتعامل سابقا مع المؤسسات في المملكة العربية السعودية.
حينما انشا هذا النظام السيستم في الـ في الـ في الـ في التسجيل كان هناك مشكله. انت عشان تحدد المواعيد لاي شخص يجب ان تحدد مستوى الانجاز اليومي لك. يعني انا عشان احدد لازم احدد اعرف في اليوم كم، هل 50 جواز، هل 100 جواز، بحيث انه لما اوصل لل100 اول 100 الثانيين اعرف انهم في اليوم الثاني انقل اليوم الثاني. ولهذا في اول تجربه حينما تم كانت طبعا بدينا اجراءات كثيره جدا وكان هناك ضغط بالرغبه في الاسراع تمام، حتى ان احنا وصلنا الى رمضان وناقشنا هل ننطلق في رمضان ونعرف ظروف رمضان وساعات العمل ليش اللي تكون اقل من حد، او نحن ننتظر يعني ما بعد ايش اجازه العيد، وكان الاتجاه لا الناس رغبانين دعونا ايش نبدا في رمضان. وليكن رمضان بالنسبه لنا كمرحله تجريبيه اوليه في اي عمل لازم في مراحل نسميها مرحله تجريبيه اللي يحصل تدرج في نسبه الانجاز وحتى قدره الموظف على التعامل مع الجوازات مع الضغط، تبدا زي التدريب نوع من التدريب. فاللي حصل انه اول ما اطلق الشركه اطلقت الموقع اطلقته على النسبه اللي قدرناها في رمضان بسبب ظروف الصيام وفتره العمل الصغيره، كان التقدير انه في حدود ما بين 50 الى 100 جواز في الايام الاولى. اللي نتج هذيك اللحظه انه جاءت المواعيد ليش المتاخره بعد سنه وبعد هذا إيه؟ مشاكل خوف لدى الناس تمام. فتم طبعا مناقشه الامر مع الشركه وتم مناقشه الامر مع الشركه ف عملية تعديل، فالشركة أوضحت بأنه التعديل يجب أن يتحدد بكم هي النسبة التي تستطيع أن توصل لها. فطبعا لأنه العمل جديد واللي يقوموا فيه بأطراف تم توظيفهم يمنيين من متواجدين هنا متعلمين في عملية الإدخال، غير أنه محتاجة إلى تدقيق أكثر، فتم الاتفاق إلى تقسيم الفترات إلى فترات أسبوعية بحيث أنه يحصل الارتفاع في نسب الإنجاز كل أسبوع بفترة معينة. طيب لما بدينا بهذا الاتجاه نحو تنفيذ هذا الاتجاه كان معناه ان انا مضطر ان انا اتعامل كل اسبوع لوحده. يعني فهمت كيف؟ يعني اول اسبوع انا بحط تارجت لي 200 جواز. فالاسبوع هو احد اثنين ثلاث ربوع الخميس اجازه. فانا هفتح الموقع الى اربع ايام كل يوم بمعدل 100 جواز، انا بتكلم على 400 ومضطر اسكره. تمام؟ نهايه الاسبوع يقرا دراسه، اوكي هذا استطعنا نخلصه خلال ساعتين خلال ثلاث ساعات، إمكانيتنا الآن نزيد إلى الإيش إلى الأعداد هذا. اليوم أنا بقول لك في هذا الأسبوع المراكز اللي رفعت أنجزت لما يقارب 1000 جواز. التارجت اللي احنا نتكلم عليه هو 1500 إلى 2000 جواز في الأسبوع في اليوم وليس في الأسبوع. يعني هذا الأسبوع كان الأسبوع الفائت الأيام اللي حددت له تم إنجاز ما يقارب 800 جواز يوميا. هذا الأسبوع بدأنا من يوم الأحد لها وصلت الإصدار في الجوازات إلى ما يقارب 1000 جواز. نتحدث عن إصدار ولا إدخال بيانات؟ إصدار 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 جواز. يعني عندنا إحنا طريقتين، في جدة بسبب إمكانيات الكبيرة عندهم يتم معاملة المعاملة ويتم إصدار الجواز في اليوم الثاني. الرياض هنا بسبب الإمكانيات أيضا تتعامل مع الأربع أيام ويتم إصدار يوم الخميس، لكن يتم المعاملة للجواز كامل لأن الإصدار يتم في السفارة وليس في المركز نفسه. فإحنا اليوم استطعنا نوصل إلى ما يقارب 1000 جواز بالهذا. الأسبوع القادم سيتم أيضا الاتجاه نحو برضو لنزل في المرحلة التجريبية، حيتم وضع التارجت 1500 جواز للإصدار يوميا. معنى هذا أن أنا يجب أن أعمل حجز لأربعة أيام في حدود 1500 يوميا، معناه بتكلم على 6000 إيش جواز ثم أوقف. إن نجحنا في 1500 حيتم فيما بعد خلاص تحديد 1500، إن استطعنا نحد حد أعلى 2000 حيتم تحديد 2000 وبعد ذلك حيفتح المجال بشكل أوسع بحيث إنه بعد ذلك يأتيك بعد أسبوع بعد شهر إلى فترة محددة. إحنا عملنا التارجت ليها في حدود الست أشهر. ستة أشهر يوم. نعم. هناك بعض الشباب أصحاب هوية زائر كما يقال حاولوا الدخول على الموقع أكثر من مرة، وجدوا صعوبات، وجدوا أيضا إشكالية، ما تمكنوا من الحجز. باعتقادك ما هي الأسباب اللي أنا لأنه جاتني كثير من الاستفسارات، كان حتى على الفيسبوك على تويتر وبعض الاتصالات، والتقيت مع الإخوان الفنيين للجلوس. كانت في المرحلة الأولى الصعوبة تتحدد في أنه حينما كانت مسألة أنه كان يتم الاتفاق مثلا بأنه يتم فتح باب الحجز ويتم الإعلان عنه أنه يوم صحيح أن عملية الحجز كانت تتم خلال يمكن ساعة ويرجع يسكر بعد الحين خلال نص ساعة. أنت بتتكلم على أعداد مهولة وبتتكلم على
كانت في هذه الأيام الأولى تتكلم على 200-400 يعني الحجز في الموقع يستمر لساعة واحدة ثم يغلق، ليس لساعة واحدة، يستمر إلى الوصول للرقم، يمكن يصل في ساعة واحدة، ممكن في نص ساعة، في الغالب في نص ساعة. فهمت؟ فكانوا كثير حتى كانوا يشتكوا أنه فتح لكن أغلق، السبب لأنه خلاص اكتفيت بالإيش، بالعكس أنت لا تستطيع أن تفتح وتعطي أي موعد أخرى، أنت لا تزال الآن توصل للإيش للتارجت. فكانت الإشكالية البسيطة اللي حصلت أنه كان يحدد إعلان أنه الفتح مثلا سيكون الساعة 11 تمام، وفجأة أو الساعة 12 مثلا يحصل أنه حصل فتح للموقع الساعة 11، الساعة إيش و11 ونص مثلا أغلق، جاءوا الناس يشتكوا، تم مراجعة الأمر، طلع أن الأمر هو كان سوء تفاهم أو تخاطب ما بين الفنيين في المراكز وما بين الشركة التي تدير الإيش الموقع، لأن هي المسؤولة عن فتح الإيش الموقع، المسؤول عن متابع، ليس لدى السفارة أو المراكز أي علاقة في الجانب اليمين هنا بهذه الإيش المواضيع. فتم هذا كانت حصل في أول أسبوع أسبوعين تكررت، وتم التوجيه بأنه رجاء الالتزام بالموعد، من يحجز هو يحجز تمام، ولكن الموعد اللي يعلن عليه يجب الإيش الالتزام فيه به، وتعرف بداية عمل الكوميونيكيشن أو التواصل قد ما يكونش بعد ذلك، لكن نحن نرى في تحسن في الإيش في العمل، في العلاقة ما بين الأطراف المشاركة في العمل نفسه، وهذا مؤشر جيد. طيب مع الوزير، هناك أصحاب، هناك أناس لديهم جوازات ودخلوا المملكة بشكل عبور أو نحو ذلك، وحصلوا على هوية زائر، استفادوا من خدمة هوية زائر، كيف وضعهم الآن؟ طيب خلينا أنا أتوسع في هذا الجانب في نقطتين، أنه عملية إصدار جواز هو مهم جدا، لأنه كثير يتحدثون إصدار جواز هو لمن ليس لديه جواز أول حاجة تمام. فكثير من الإخوان كانوا من هوية زائر من الذين استفادوا في تسوية الوضع في الفترة السابقة، كان لديهم جوازات ولكن كانوا مخالفين ليس لديهم إقامات. فلما جاءت مرحلة الأولى اللي تكلمنا عليها من سنة اللي هي إصدار هوية زائر، جزء منهم كان معه جوازاته وتقدم لإصدار هوية زوار بالجواز حقه. هذا الجواز إذا صالح هو مش محتاج إلى أنه يصدر جواز جديد، فهمتني؟ من هو يصدر جواز جديد هو الشخص الذي كان متواجد في فترة التي شملتها المكرمة الملكية بتسوية أوضاعهم ولم يكن يحمل جواز، فتم هذه اللحظة إصدار وثيقة سفر من هذا الكلام، هذا محتاج إلى إصدار جواز. أما من كان موجود وسجل بياناته، نحن نتكلم عن تسجيل بياناته بهذا الجواز، فهو مش محتاج إيش إلى أنه يصدر جواز، هذا باستطاعته. نحن الآن ننسق مع الإخوان في الجوازات إلى أنه كيفية، لأنه نقل المعلومات الآن يتم من خلال الإيش مركز الجوازات، ومركز الجوازات هو مركز إصدار الإيش في الجوازات السعودية، وأيضا في مركز، فنحن نحاول أنه يتم إصدار في مركز آخر يتبع الجوازات السعودية للأشخاص اللي هم أساسا من المستفيدين من التسوية الوراثة ولديهم جوازات، يستطيعوا مباشرة يروحوا لهذه المراكز دون الحاجة أنهم يأتون إلى إيش إلى مراكز إصدار جوازات. ما فيش مشكلة ممكن تصادفهم مثلا؟ لا، أدي لك إيش اللي حصل، لأنه الجوازات السعودية متواجدة في أكثر مكان، وكانت الفكرة هي البروسيس اللي تتم الآن عندنا، أنه يأتي الشخص صاحب هوية زائر من يحمل وثيقة وليس لديه جواز سابق، يأتي إلينا لإصدار جواز، إحنا الآن نصدر له جواز، يمر عبر الخطوات اللي هي تشرف عليها المصلحة الجوازات الهجرة والجوازات، الإجراءات المتبعة في أي مكان في مصلحة الجوازات في أي مدينة من مدن اليمن، التحقيق وتقديم الوثائق وكل شيء. متى ما تم التأكد وإصدار الجواز لهذا الشخص مباشرة، مثلا تم عن طريق التعامل مع الإخوان في المملكة، إنه مثلا في جامعة الأميرة نورة هناك مكتب للجوازات موجود هناك، بالنسبة للشميسي فهناك في مكتب للجوازات موجود، يتحرك مباشرة إلى الجوازات السعودية لنقل المعلومات، بحيث المعلومات حقه تتحول من وثيقة إلى جواز سفر برقم، اسمها نقل معلومات. هذه المرحلة الآن من لديه جواز مش محتاج أنه يأتي إلى هنا، فهمت كيف؟ هذا مباشرة يتجه إلى الجواز السعودية، نحن ننسق مع الجواز السعودية تحديد مكان معين أو مكتب معين، لأنه صعب عليهم أنهم يدخلوا في المركز اللي هو مخصص لإصدار الجوازات، لأنه يتم الدخول عن طريق مواعيد ومواعيد حجز. فلهذا نحاول ننسق عن طريق مكاتب الجوازات في مكاتبها أنه يذهب مباشرة إلى الإيش إلى الجوازة السعودية لنقل الإيش البيانات. سترتبون هذه النقطة وستعلنون عنها للمستفيدين من هذه الخدمة خلال هذه المرحلة، يتم الإعلان وين يتوجه من شان ينقل المعلومات. الآن
هذا بالنسبة للعمليها. الآن احنا لدينا حالة معينة وهي التي تم اكتشفناها حاليا، انه المكرمة الملكية جاءت لتنسيق اوضاع حددت لأشخاص موجودين في فترة معينة، في أشخاص جاءوا بعد هذه الفترة تمام، جزء منهم النازحين، جزء منهم الذين دخلوا إيش وكان معهم حتى وثائق سفر وبعضهم معهم جوازاتهم، وهدول اتجهوا في المرحلة الثانية إلى مراكز تم منحهم هوية إيش زائر، الرغم من جوازاتهم في بها إيضاح لأنهم دخلوا بعد هذه الفترة. الآن لما جانا وفي جزء منهم أيضا كان معهم جوازات لكن خوف لم يظهروها في هذه اللحظة وراحوا بالوثائق، الآن لما جاء طبعا إلى تسجيل معلومات في الجوازات السعودية تم اكتشاف هذه الحالات. فالإخوان احنا في زيارة إلى جدة جلسنا مع الإخوان وقالوا أن هذا احنا لا نستطيع أن نتعامل معها، نستطيع أن نقوم بنقلها لأنها أساسا لا يشملها الأمر الملكي السامي السابق بتسوية أوضاعهم، ولهذا نحن الحكومة اليمنية أيضا ننظر في اتجاه إلى محاولة حل هذه المشكلة. هي ليس أعداد كبيرة توقعاتنا لأن هي معظمها جزء من العملية ليش النازحين، وإن شاء الله نحاول نتخاطى مع الإخوان في القيادة المملكة لإمكانية شملهم مع ليش مع الهوية ذات، طالما أنه أعطي لهم هوية ذات بسمح لهم بالحصول على ليش. لا تتوقع أن يتعرضوا لأن يعني أن أنا يتعرضوا لمضايقة أو شيء؟ لا أنا في المرحلة حاية يعني نصيحة لهذول الإخوان الذين إيش يعني تشملهم هذه الحالة أنهم الآن يتأخروا شوي، يعني لأنه ما فيش داعي للازدحام في مراكز إصدار جوازات وهم لديهم جوازات أساسا، لأنه حتى عندنا إحنا في السيستم حيظهر أنه يملك إيش جواز سابق، ينتظروا قليلا حتى نستطيع أن نحل ليش هذا الموضوع، ثم بعد ذلك هيتم النشر ما هي الإجراءات المتبعة بالنسبة لهذه الحالات. طيب على امتداد هذه الأصناف هناك أصحاب هوية أو أصحاب الزيارة الحكومية وهم أعدادهم أيضا لا بأس بها، الإجراءات المتعلقة بها كثير منهم خصوصا أنه لم يتم تجديد زياراتهم وقد انتهت عند معظمهم لم يكونوا كلهم. طبعا أنا تلقيت شكاوى كثيرة وحاولت أتوضح للأخوة الكثير متصلين أو من راسلوني بهذا الموضوع أن هذا الموضوع هو مش اختصاص وزارة المغتربين، وهذا موضوع بالذات الزيارات الحكومية وهذا كان مختص فيها مكتبي رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء في الجانب هذا، وتعهدت لهم أن أنا حاول أتابع مع الإخوان، تابعت مع الإخوان في مكتب رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع حتى نعرف إيش الأسباب، فكان التوضيح لنا أنهم أيضا تتابع مع الجهات المعنية في السعودية، فكان الرد أنه ليس هناك اتجاه نحو الترحيل أو عدم تجديد ولكن هي محاولة إيجاد نظام أسهل مما هو كان متبع في عملية التجديد الشهري أو التجديد كل شهرين مراعاة لأوضاع النازحين هذولا بالتأشيرات الحكومية هنا، وكان هناك وعد بحل هذه الإشكالية خلال فترة وجيزة سريعة إن شاء الله سيتم الإعلان عنها من جانب السعودي كيفية الإيش التعامل هذول بشكل سيستم يزيح ليهم التسهيل. وأنا استبشرت هذا الموضوع لهذا يمكن أعلنت هذه اللحظة إن شاء الله يكون في خطوات أفضل من إخوان في المملكة من دعم المملكة الموضوع ومراعاتهم للأوضاع لهذا إن شاء الله سيتم معالجة هذا الموضوع بشكل أفضل إن شاء الله. طبعاً كل تأخر نعم. يفرض عليهم عقوبات بالمناسبة يعني كيف يتعامل هذه الإشكالية ليس بدرجة رئيسية في العقوبات بقدر ما هي أنه لا يتم التجديد بالأخير يعني أي طبعاً توقيف طبعاً نحن الشارع نحن نأمل من تضريب من الإخوان السعودية أنهم يقولون إيش هي الإجراءات المبسطة والسهلة، فطالما أن الإخوان في السعودية يسعون نحو تسهيل الوضع بالنسبة للنازحين فأنا متأكدين أن مسألة الغرامات سيتم حلها إيش بالتفاهم على الإخوان في المملكة، لا أعتقد أنها ستشكل إيش أمام ما قدمته المملكة لليمنيين خلال هذه الأزمة اللي تدار في اليمن. جيد. في موضوع اليمنيين الذين يريدون أن يدخلوا إلى المملكة العربية السعودية في هذه الفترة أو على الأقل حتى مرور وعبور كيف أوضاعهم؟ طبعا احنا لدينا مشكلتين ايضا هذه المشكلة طرحت وهو معظمها اتت من اليمنيين الذين يعيشون او يعملون يعيشون في دول الخليج الاخرى زي الكويت زي الامارات زي البحرين زي غيرهم، هذول طبعا حاليا مع توقف الطيران اليمني عن تغطية جميع هذه المحطات فأصبحت الآن ليس هناك وسيلة لعودة اليمن إلا عن طريق
رحلات معدودة من مصر أو من الأردن، وطبعا هدول عائلات كبيرة، فعملية انتقاله إلى مصر والأردن ثم الانتظار والسد الزحمة تشكل له عائق كبير خاصة مع رغبته. المملكة العربية السعودية طبعا مشكورة، تعاملت في خلال الأزمة بشكل كبير في احتواء أعداد كبيرة من نازحين يمنيين هنا. في مرحلة من المراحل اللي حصل أنه كانت مسألة النازحين جزء كبير منهم بالذات ما يسمى بالعابرين، بالذات في المراحل الأولى من بداية الصراع في اليمن، كان كثير من اليمنيين اتجهوا إلى المملكة بعبور على أساس أنهم رايحين إلى جهات أخرى. هناك أعداد كبيرة منهم تخلفت هنا لم تغادر. هذه الأعداد الآن المملكة في إطار تجديد التأشيرات وهذا تحاول أن تعالج هذه ليش فتم إيقاف منح تأشيرات العبور لليمنيين في هذه الدول، لأنه تم وقف تأشيرات العبور بصفة عامة لمعالجة هذه الأعداد اللي دخلت الكبيرة ولم تغادر إليه المملكة. طبعا احنا تخاطبنا مع الإخوان في الخارجية، لأن هذا جزء هو الخارجية هي المعنية بليش بالجانب التأشيرات، وهذا بالذات فيما يتعلق الممنوحة لليمنيين مثلا اللي في الكويت او غيرهم تاشر، هذا ضمن نظام يتم تنسيقه ما بين وزاره الخارجيه اليمنيه ووزاره الخارجيه السعوديه، وخاطبناهم في هذا الموضوع انه ايجاد حل. تخاطبوا الاخوان مع الخارجيه السعوديه، وانه نفس القصه هم في اطار ايجاد حل للمشكله بشكل عام تتعلق بالمتواجدين في المملكه في خلال هذه الفتره، لا يريدون زياده الايش الاعداد خوفا من عبور. شرحنا لهم انه هذه الشخصيات أو هذه الأطراف المعنية اللي احنا نتحدث عنها هي لديها إقامة في الدول أخرى زي الإمارات أو غيره، هذا الشيء فهي لا تشكل إيش أنه ممكن إمكانية بقام هنا، وهناك في وعد ولا يزال احنا نتابع الإخوان في الخارجية إلى حل هذه الإشكالية، لأنه حتى مسألة العمرة ربما تجد فيها صعوبة أو الحج بعضهم في العمرة وجد صعوبة في الحج في العمرة والحج ليس ذاك الصعوبة، لأنه هو أساسا متجه من الموطن اللي هو يعيش فيه إلى المملكة من دول الخليج بالضبط، فهذيك الطيران متوفر كل شيء. الإشكالية بدرجة رئيسية هم طبعا عمرة منحت في يمنيين من دول هذيك جاءوا إلى هنا العمرة، ربما في ليس بنفس السهولة صحيح. ليس بنفس العدد صحيح، لكن منحت لكثير. يعني مشكلتنا من هم الراغبين في زيارة أهلهم في اليمن أو في العودة لقضاء فترة الصيف عندهم، وخاصة في المناطق المحررة أو بعض المناطق التي لم يطلها لإيش الصراع هنا. هذه الإشكالية اللي احنا نحاول نحلها. طيب مع الوزير فيما تبقى من الوقت وأظنها دقائق معدودة، المغتربون في الأماكن الأخرى، ودعنا نركز على موضوع طلاب يمنيين في مصر يعملون وقفات احتجاجية، طلاب يمنيين أيضا في ماليزيا يعانون، هؤلاء كيف وضعهم؟ كيف تنظر إلى هذا؟ المعاناة تختلف، يعني هناك معاناة وحالات من الطلاب تتعلق بمستحقاتهم المالية، وهذه للأسف هناك تلاعب في بال أنها تتم من خلال تحويلات من البنك المركزي، وكان هناك تقصير في إرسال هذه الإيش المعونات أو المنح، وهذه أدى إلى وقفات احتجاجية كثير من الطلاب. هذه مرحلة. المرحلة الحالية اللي احنا نعانيها وأيضا أنا تناقش مع الأخوان وزير النقل، هناك طلاب من هم في فترة الأجازة ويرغبون بالعودة إلى الوطن لزيارة أهلهم للإطمئنان على أهلهم، ونتيجة للزحمة الذي حاصلة في الحجوزات بالنسبة اليمنية وأيضا ارتفاع أسعار التذاكر، فكان في هناك اتجاه إلى أنه محاولة مراعاة هذول الطلاب في أسعار التذاكر، حيث أن أسعار معروضة أسعار مرتفعة مقارنة بإمكانيات هذول ليش الطلاب. تحدثت مع الأخ وزير النقل، وعد أنه يخابر اليمنية المؤسسة المعنية، لأن المؤسسة ذو استقلالية مالية وإدارية لمراعاة هذا الجانب. اليمنية اتخذت إجراءات في مصر وخفضت سعر، وضعت سعر خاص لأسعار إليه تذاكر باليمنية هناك للعودة. الأردن لم يتم إيش إجراء هذا، نقلنا في زيارتي للأردن التقيت مع الطلاب وسلموني رسالة وسلمتها لأخ وزير النقل، وعد أنه يحلها، وحتى كان مطلبهم حتى إمكانية مساواتهم في مصر. فلهذا وتلك تعددت المشاكل، في جزء إمكانية الدولة والحكومة الشرعية أنها تتعامل معها محاولة الحلة، وفي أجزاء للأسف ظروف الصراع وسيطرة الميليشيات القابلة على البنك المركزي تعيقه. وهناك مسؤوليات على وزارة المغتربين، وهناك مسؤوليات على القنصليات، وهناك على وزارة الخارجية تتعدد على المسؤوليات. طيب دعني أختم معك في الدقيقة الأخيرة مع الوزير، ما دمنا قد ذكرنا الطلاب، أولاد المغتربين أو دعنا نقول أولاد الموجودين في المملكة العربية السعودية دراسة وتعليما، كيف تمشي الأمور معهم؟ طبعا المملكة من فترات السابقة كان هناك في منح
وبالذات لأبناء المغتربين، المغتربين هنا في المدارس، فهم يسمح لهم في الدراسة من خلال المدارس الخاصة والمقيمين هنا، أولاد المغتربين هنا. حصلت مشكلة مع الأحداث هذه الأخيرة، المشكلة اختلط فيها بعض الهموم الخاصة بالنازحين وأبنائهم. هذا ما أخص به السؤال. نعم، بالنسبة للنازحين الحمد لله الفترة احنا وزارة المغتربين قمنا بمخاطبة الإخوان في الرئاسة، وجهنا رسائل وخلينا الرئاسة توجيه رسائل وطلبات إلى القيادة السعودية، وأيضا جاءت من ضمن المكرمات الملكية السماح لأبناء النازحين الذين ليس لديهم إقامة بالالتحاق بالمدارس الموجودة. كانت معنا مشكلة في الجامعات وتتعلق بإجراءات الجامعات السعودية في عملية القبول والإجراءات الطويلة التي تأخذ فترة كبيرة جدا. خلال الفترة السابقة كان صعب لأنه عملية النزوح اللي تمت في شهر 5 وغيره كانت متأخرة، أيضا نسب الاستيعابية كانت المملكة هنا محددة الأولوية لأبناء ليش البلد، وهناك كان هناك منح تمنح للمغتربين أبناء المغتربين، هذا يتم الإعلان عنها في موقع ليش القنصلية في موقع معين يتم الإعلان عنها واستلام الوثائق تقديمها. احنا تقدمنا في مقترح الفترة السابقة إلى الإخوان في الرئاسة في الجمهورية والأخ رئيس الوزراء السابق، قدمنا مقترح أنه نطالب المملكة بزيادة المنح إلى عدد ذكرناه في هذه بعد أساس أن هذا العدد يغطي الطلاب الجامعيين الطلاب المتواجدين هنا أبناء الزحين وغيرهم في المناطق الأخرى بالضبط للدراسة الجامعية، أيضا يغطي أبناء المغتربين. أبناء المغتربين كان جزء كبير منهم يرسل أبناءه إلى اليمن للدراسة صحيح. فطبعا أغلقت هذا المجال، فأيضا وضعنا حساب للإيش لزيادة المنح المخصصة للمغتربين، وأيضا أبناء المغتربين اللي كانوا يدرسوا واضطروا للإيش للعودة. الرسالة نأمل أنه يتم، كانت أنا سلمت الرئاسة مش عارف إذا تم إرسالها إلى السلطات، بس احنا نتابع معاهم لمخاطبة الجانب السعودي لاستيعاب هذه الإيش النقطة. اسمح لي في ختام اللقاء أن أتوجه بالشكر الجزيل لك سعادة المهندس علوي محمد عبد القادر بافقي معالي وزير شؤون المغتربين، شكرا جزيلا لك، شرفتنا في الاستوديو، كنت رائعا. شكرا لكم مشاهدين الكرام أيضا على المتابعة، ونلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مستقبل الوطن، نرجو أن نكون قد لبينا وأجبنا على كثير من تساؤلاتكم مع وزير شؤون المغتربين. تحية لكم أينما كنتم وإلى اللقاء.